ايه طيب، احنا هنبتدي الاول في الوصفه. هتعمل لنا السجق البلدي، السجق عشان تعملوه بطريقه نظيفه في البيت ده هيبقى زي الفل. طبعا هتستعمل لحمه مفرومه من السن، لازم تبقى من السن. انا بحبها من السن. بصل مبشور، فلفلايه رومي حمراء، بهارات، ممبار ضاني للحشو. هي كاتبه لنا طاقه، ايه الطاقه دي؟ الطاقه ديت اللي بنجيبها بتبقى رفيعه خالص متملحه، يعني دي احنا الممبار بنحطها الناشف. احنا بنحطها في الميه، هي بتبقى ممبار ضاني بس مش اللي هو البلدي. بنحطها في الحنفيه وبنفتح عليها الميه، تمشي فيها الميه كلها لحد ما تبقى طريه معانا كده، لان هي بتبقى ناشفه خالص. ما ينفعش ان هي تدخل. طب ليه ما يعملوش بالممبار العادي الضاني؟ لو في موجود يقدروا يعملوا بيه. ينفع. بس هو دوت ليه بنقول على ده بيبقى سميك اكتر من الضاني بتاعه. اوكي، طب نبتدي نشتغل. هتعملي ايه؟ اللحمه من السن. انا بحب اللحمه من السن عشان فيها نسبه دهون، ونسبه الدهون اللي بتبقى فيه بتدي له طعم حلو. اوكي، طب انت بتعملي لحمه قد ايه البصل؟ يعني انا عامله هنا بصلتين على كيلو لحمه. اوكي، وادي البهارات. في بقى عايز احط فلفل احمر، في تفريكه اهي، ده عشان اللون، فلفل احمر عشان اللون. عشان اللون. وبيدي له طعم برضه. لا مش عايزه احط، تمام براحته. احنا دلوقتي هنحط التوابل، البابريكا وجوز الطيب، ونحط كمون. احنا استخدمنا البهارات ديت في كل الوصفات بتاعتنا، في كل عشان الحاجات. بصراحه هي حلوه قوي للاكل بتاع اللحوم جدا. بعد كده هنحط البصل مبشور. بسيطه قوي المقادير. بسيط. في بقى بيحب يعملها بالفول الصويا، بيبل الفول الصويا. وبعد ما بيبله يقلب كله في بعضه ويفرم كله في بعضه تاني، بس احنا برضو عشان الوقت هنا مفيش مفرمه. احنا المفروض ان احنا بعد ما بنحط البصل واللحمه والتوابل والملح وكده بتفرميها، بفرمها تاني، بديها وش تاني، ومع الوش التاني ده بحط كوبايتين ميه، بحيث ان هي تنفع تمشي في بتطريها. بتخليها تمشي في علشان تبقى طريه كده بالظبط. اللي في البيت بقى ما عندهمش طبعا مكبس السجق. في يا الام يا اما مكنه البسكوت، لا اما مكنه البتيفور. اوكي، مكنه البتيفور فيها زي دي كده، فيها صح دي، بتتحط دي وايه وتدوس عليها تمليها. هوريكم دلوقتي. احنا بنحط هلا اجيب لك ميه معايا عشان يسهل عليكي. انا هحط كوبايه ميه. الميه بتسهل ان اللحمه تمشي معايا. عشان معانا دقيقتين. يعني هي دلوقتي بتعمل الخلطه، وهتحط الممبار اللي بلته في المكنه علشان تحشيها، بدل ما بتحشي بالقمع زي زمان. بس احنا بقى اللي ما عندوش بقى ولا بسكوت ولا اللي ما عندوش مكنه هيشتغل بالقمع بقى، مفيش اوبشن تاني. هنعمل كده. هي بصوا، هي مش مقطعاه، واخداه طويل على بعضه. انا بس هحاول. ودخلت القمع في طرف الطاقة في طرف القمع. هنفضل ندخل كده لحد ما يكتفي. وانا مش عارفه اشتغل بالجلافز. اي لا، مش مشكله. يبقى هي بتدخل القمع جوه اول حته في الطاقه او الممبار اللي هو الضاني، علشان تبتدي تنزل. بصوا اللحمه بالمعلقه بقى او بالعصايه بتاعت الشيش طاووق. اجيب لك، بصي اهي بتنزله. بصوا علشان يبقى سهل عليها ان هي تحشي. بتلفي بقى اللفات دي ازاي علشان ايه ما يقطعش علينا الوقت؟ طيب اللفات دي دي واحده، شوف لك واحده مش مهم. ماشي، ممكن لما نرجع نشوفها. خلاص اوكي، هي هتحشي شويه، وهنروح بقى الفاصل نحشي فيه شويه ونرجع لكم تاني. اوعى تروحوا اي حته.
رجعنا لكم من جديد. كان معانا النهارده احلى جزاره في مصر اميره محمد محمود، عملت لنا حاجات حلوه قوي. قولي لنا بقى عملتي ايه؟ هو احنا كده حشينا السجق اهو زي ما انت شايفه. انا عايزاها بس توريكم بتلفوا ازاي عشان يبقى سهل عليكم. هنجيبه من النص كده ونلف كده وتفضي اللحمه ايوه وتلفي كده. نجيب ده في ده نطلعه كده. اوه حلوه بروفيشنال برضو. ايوه زي الفل، حلوه قوي كده ان شاء الله. دي اكيد يعني حلوه زي الفل. عملنا ايه النهارده بقى كله؟ عملت لنا هي السجق البلدي اول حاجه، الصينية بتاعت العيد، صينية العيد اللي هي عبارة عن ايه وايه وايه؟ لحمة راس وفشة وكرشة ولية وسمين وكبدة وسجق وكفتة. حلو قوي. وعملنا طاجن كوارع، طاجن كوارع مخلية، مخلية حلو قوي ريحته فظيعة. والكبدة بالنخية، كبدة بالنخية. عايزة أقول لكم بقى النخاع ده أنا جربته جبار، يعني هفضل رايحة جاية آكل فيه. حلو جدا جدا.